يطلع عليكم كل يوم من السبت حتى للخميس من الوحدة ونص حتى للثلاثة. من خلاله تقدروا تعلموا العديد والعديد من الوصفات مع لي شاف اللي يكونوا حاضرين دايما معانا، دايما يلبي لكم طلباتكم، وصفات جديدة من عندهم ولا حتى وصفات نتوما طلبتوهم عبر التواصل معنا عبر رقم الهاتف اللي دايما يكون اسفل الشاشه طيله عمر العدد. تقدروا تتواصلوا معنا باش تشاركوا في المسابقه اللي دايما على بالكم باللي تقدروا تربحوا ميكروند من طرف علامه بغون عن طريق الاجابه على السؤال اللي يطرح لكم شاف في كل مره. ايضا تقدروا تشاركوا في التعليقات على البث المباشر اللي يكون دايما على الصفحه الرسميه لقناه الشروق، صفحه رسميه على الفيسبوك. بدون اطاله نرحبوا بالسبونسور تاع البرنامج ككل مره، حاضر دايما معنا الشوكودادا راعي رسمي للبرنامج، حاضر بتشكيله من المنتوجات الشوكولاته وايضا الكاكاو. راعي رسمي اخر حاضر دايما معنا يا مارغارين ماني، يستعملها لي شاف في الطبخ وايضا في الحلويات. راعي رسمي اخر للبرنامج نتواجد دايما اللي يربحكم عمره كل شهر هو عن طريق المشاركه في المسابقه اللي راهو حاطها لكم هو سوسيمي. روحوا على موقع التواصل الاجتماعي لسوسيمي تبارطاجيو صوره لطبق كسكس لسوسيمي كانت خل مؤخرا ايضا لطاجلياتيل تاع منتوج سوسيمي في الاسواق اللي كنا حضرناها ديجا، ومازال فيه طرق لتحضير انواع وانواع تاع لي بات مع لي شاف تاوعنا لبرنامج الو شاف. ما نطولش على بشرى، والف هذه ما تخدمكم كل يوم احد. مساء النور بشرى. مساء الخير لك يا بشرى، كي صافا؟ الحمد لله. انت الحمد لله صافا؟ الحمد لله الحمد لله. مساء الخير لاحلى جمهور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتمتحدوا فينا. جيتكم اليوم بوصفات جديده، تعودتوا عليا في الحلويات، حبيت نبدل لكم شويه. جبتكم اليوم غراتان تاع الدجاج، غراتان بزاف ساهل اون بليس وسط نقدروا نخبوها رمضان. وجبتكم ثاني مملحه بزاف سهله اللي هي فطائر مقليه لا فخص الدخل، واش كان عندكم تقدروا ديروا. وبما انه انا في موسم الفراوله رانا نبروفيتيو كامل لي شيف باش اشاك فوا ندير لكم تحليه تكون هكذا خفيفه، تقدروا تخبوها من شهر رمضان الفاضل تكون بالفاكهه الموسميه اللي هي الفراوله. جبت لكم تحليه خفيفه ظريفه تقدروا ثاني توجدوها وديروها لضيافكم، اي بوكوا با ديروها ما شاء الله في رمضان ان شاء الله. ما تنساوش تقعدوا تتبعوا فينا لانه دوك شويه هكذا تقولنا السؤال، هكذا ركزوا مليح مع الوصفه باش تعرفوا الجواب تاع السؤال اللي وجدته بشرى. هكذا ان شاء الله. ان شاء الله نبداو باول وصفه. نبداو باول وصفه اليوم عندنا غراتان تاع الدجاج، ما فيش بطاطا ولا ما فين نديروا لي غراتان تاع الدجاج، ندخلوا لهم الخضار ولا بطاطا، يعني اشاك فوا نديروا لها نزيدوا له انغريديون باش نزكيو به الغراتان تاعنا. بالنسبه للغراتان تاع اليوم هو غراتان تاع الدجاج، نقدروا نقولوا غراتان اللي ما فين ناكلو في المطاعم. بالنسبه للغراتان تاعنا واش عندنا كامل؟ عندنا صدور تاع دجاج، اذا كانت كونتيتي حبيتو كونتيتي صغيره على حسب افراد العائله تاعكم ديروا صدر واحد تاع دجاج، اذا حبيتو كونتيتي كبيره كثروا بيان سور. انا عندي هنايا ثلاثه صدور تاع دجاج، دوك نقيهم برك شويه نحيلهم هذاك الشحم تاعهم وكامل بيان سور بعد ما تغسلتهم وكامل، ونديرهم يتقلاو باش نوجد غراتان تاعي. عندي هنا حبه تاع بصل، إذا كانت عندكم حبات جزر كبيرة دير نص تاعها، كيما هنا عندي ثلاثة حبات صغار راح ندير كمية تاع ثلاثة حبات، راح ندير زوج سينات تاع الثوم باش نكهو الدجاج تاعنا ونحيلو هذيك الريحة تاع الدجاج جوغ يتنكه كي يطيب ما يطيبش صامط، نزيدو له زوج وريقات تاع رند. وهنايا تحبوا تزيدوا شطبة تاع زعتر كيما تقدروا تزيدوا لي زارب دو بروفونس اللي هما الأعشاب معطرة. بيان سور بير في الكحل شوية تاع توابل الدجاج وتطيبوا لو فون تاعنا، هذا لو فون تاع الكغراتان تاعنا. لو فون هذا نقدروا نخبيوه، يعني هذاك الماء اللي يطيب فيه هذا الدجاج نقدروا نخبيوه، نستعملوه من بعد بزاف وصفات، نقدروا نستعملوه ما في لي غوزات تاع لي تاغلياتيل، تقدروا أي وصفة تستعملوها فيه. هذه بالنسبة هي وصفة تاع الكغراتان، حنا رانا راح ندو منها وصفتين، وصفة تاع الفون والوصفة تاع الكغراتان تاعنا. هنا نبداو على بركة الله. نبدأنا الحاجة الأولى بالدجاج تاعي. نستقبلوا أول مكالمة كما راكم تشوفوا في الوصفة مع بشرى. ألو ألو. ألو السلام عليكم، كيف حالك يا رجل؟ وعليكم السلام، وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، كيف راكي غاية؟ والله غير الحمد لله، شكون معنا؟ أم صهيب من السوقر. أم صهيب؟ من السوقر. من السوقر ولاية يارت، مرحبا بك أم صهيب. الله يسلمك، الله يعيشك. وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، شلون من السيارة؟
لاباس اختي، الحمد لله لاباس. واش راهي بشرى؟ الحمد لله. يتسمع فيك، تحبي تحكي معاها؟ اه اتفضلي. السلام بشرى، كيراكي؟ لا وانتي يا حبيبتي؟ لاباس، كيراكي غايه؟ الحمد لله. وانتوما العائله كاع بخير؟ الحمد لله لاباس. صفو غير ليكم انتوما، يسال عليكم الخير حبيبتي. راكي منوره وبارك الله فيك، الوصفه ديالكم اليوم تلامزي يا حبيبتي بلا جميل. الله يسلمك. ام صهيب، بنطلب منك طلب تختي دول اليومات قبل رمضان. واش ندير؟ قولي لي حبيبتي، قولي لي وشنو هو الطلب، واش راكي حابه؟ خاصني محاجب برك باش تخدميهم. محاجب؟ واه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. ام صهيب قولي لي تشاركي في المسابقه ما دامك. ان شاء الله، ورانا نشاركوا خاطر نشاركوا وما ربحناش ما حابناش الحظ خاطره. ان شاء الله الخطره عليه يحالفك الحظ وتكوني من الرابحين. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه، شكرا على اتصالك. يسلمك حبيبتي، بالسلامه. مع السلامه. نعاود نرجع لك بشرى، راكي تضربي مع مع الدجاج. مع الدجاج. اكيد بشرى. اه راحي تفضلي. هنا انا غير مع الدجاج تاعي دوك ندير كاسرونه تاعي، ندير فيها شويه زيت شويه زبده باش تعطينا هذاك لوغو البنين، وندير فيها الدجاج تاعي نخليه يتقلى تخي تخي بيان باش يعطينا لك لوغو البنين. ومن بعد نبدا نزيد في لي زانغريديون تاعي ونزيد نمرق بالماء بيان سو يكون سخون، نخليه حتى يطيب. اللي حبي يديرو في لاكوكوت يقدر يديرو باش يسرع العمليه. حبيت تطيبي هكذا بالعقل خليه يطيب. غير يطيب حنايا ندو هذاك الدجاج نسحقوه نفتوه نخدمو له بيشامل ولا حبوا ما صوص ولا كريم فرماجير، ويديروا الكراتان تاعهم ويربحوا ان ميم تو لو فون هذاك اللي يقدروا يديروا به بزاف اطباق. هذا ما كان صح بشرى، حنا مالفين الكراتان هكذايا سورتو كي نقولوا كراتان تاع دجاج نزيدوا له زعما بطاطا ولا نديروه بالخضره زعما. هذا تاع البطاطا ما فين ناكلوه في المطاعم. المطاعم غير ولا شيء تاع الدجاج وما فيه قدروا ما تحيلوش البطاطا. لا لا والو والو، يجي غير بالدجاج برك. باسكو هنايا هنا هذا لو غراتان بولي، كاين غراتان بولي، كاين غراتان بولي بلي ليغوم، كاين بوم، يسمى كل موديل وشتي. كاين بزاف لي غوسات، مي هذا بزاف بزاف خفيف وبنين، سورتو الدراري صغار بزاف يحبوه. هذا واش يحبوه؟ باسكو في هذيك لاكريم بيشاميل تجي خفيفه، وكي ديروا لي فخوماج يجي ثم بزاف بزاف بنين. نبدا برك الوصفه تاعي. مش عارفه علاش اسيان انا هاني نطيب نحس بلي الوقت ما حشيك فيه ليه ما حشيك فيه نشوف لي كاطو نكون اليس شتي نديرو كي تستعرضي باش على لا نقولها باسكو شوفي في الطياب انا الطياب قراب نحب نعطي له وقته التقليه جوغ شتي كي تما تعلمنا مع لي مامون تاعنا وكامل الطياب انايا ندخل نقص توكا واش كاين نخليه جوغ كيما لي سوب الشربه كل حاجه خليها جوغ تك تك مليح فوالا جو مازال ما عرفتش ليك تاع ما اسمع في الكاطو ميم الحاجه اللي تحبي تسنيها زعما دخليها الكونجيلاتور خليها تشد فوالا. ان شاء الله ناخذ مكالمه. راكم تشوفوا في الوصفه. الو 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 الو، مساء النور. مساء النور، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. شكون نتوما؟ ولا غير الحمد لله. الحمد لله اون صحتكم. اون صح الحمد لله يا ربي. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك تعيشي. قولي لنا شكون معنا؟ معكم ام مالك من شراقه. ام مالك من شراقه، راكي غير هنا. ايه راني قدامكم. ربي يحفظ لك مالك ان شاء الله. الله يسلمك تعيشي. هي ماشي بنتي، يا بنت اختي، انا مازال ما عنديش دراري بصح راهي كيما بنتي. ما راكي عيطي باسم ام مالك. ايه ام مالك. باسم اختك، ربي يحفظها لك. ربي يحفظك. الله يسلمك ان شاء الله تعيشي. والعقوبة عليك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله في حياتك تعيشي. ان شاء الله تعيشي. قولي لي ام مالك مالفه تشوفي الو شاف؟ ايه متبعاتكم ومتابعه وفيه كامل، راني عندي شحال وانا نعيط لكم. اها واليوم باش حكمتي؟ ايه اليوم حكمتكم. ان شاء الله ماشي غير اليوم، ان شاء الله تزيدي تعيطي. ان شاء الله تعيشي. ان شاء الله. ام مالك بالك حابه تطلبي اليوم معنا شيف بشرى؟ لا لا الله يعطيكم الصحة، أنا شيف بشرى نحبها والوصفة تاعها كامل هايلين. الله يسلمك يعطيك الصحة. ما عندكش كاش خير بشرى، شيف بشرى. أي تسمع فيك تفضلي. مساء الخير حبيبتي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راكي انتيا؟ لاباس. لا عصابة الحمد لله، العائلة كاع بخير. الحمد لله والله لاباس الحمد لله. أنا نتبعك بزاف في الانستغرام. يا عمري. أنا معك. يا عمري تعيشي حبيبتي. الله يسلمك. من على بيها قلتي أوف حكمتكم. عندي شحال وعملت وماما بزاف تتبعكم.
تسلمي عليها بزاف بزاف. الله يسلمك يا تسلم ماما. نقول ماما نحتمتهم. يا عمري يا ربي يحفظها لك ان شاء الله حبيبتي، سلمي عليها. الله يسلمك، الله يسلمك تعيشي. يسلمك حبيبتي، قولي لك شما كيحبك شو صفا. لا لا والله يعطيكم الصحة، راكم مكفيين وموفيين كلش رانا نشوفوا. يسلمك حبيبتي بلا مزية. الله يسلمك. ومالك كاني حطيتك بلا ما نسقسك، حطيتك مباشرة في القلة. يعطيك الصحة، شكرا. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة انتم، ما راكم منورين الشاشة، انا نتبعوكم نضحكوا معاكم ونبكوا معاكم كلش. الله يسلمك، يعطيك الصحة، بقاو دائما اوفياء البرنامج. ان شاء الله تعيشوا. مع السلامة. يعطيكم الصحة، سلامة، صحة. تفضلي بشرى. الو هنايا بالنسبه لكاطا تاعنا، كنت بيان سور غسلت الدجاج تاعي، قطعته كامل، نحلو كامل هذوك الشوائب تاعو، درنا هنايا في كاسرونه تقدروا ديروا ما في كوكو تاعكم، مغرفه زبده مغرفه زيت، الزبده توجور تزيد لنا هذاك لوغو في التمرق تاعنا، ولا في ما في لي غراتان في الطياب انا توجور نزيدها. درت هنايا صدى الدجاج تاعي بعد ما كانت هذيك المارغارين تاعي ذابت لي، هنا نخلي الدجاج تاعي يتقلى تخي تخي بيان، بعد نزيد له كميه تاع الملح بيان سور، ونزيد الخضار اللي راني حنديرهم. عندي هنايا نص حبه بصل باسكو عندي حبه كبيره، عندي الجزر، وعندي زوج سنينات تاع الثوم، ونزيد ثاني زوج وريقات تاع الرن. وهنايا تحبوا تنكهوا الدجاج تاعكم بواش حبيتوا، حبيتوا ديروا الزعتر ديروا زعتر بيان سور، كما تقدروا ديروا الاعشاب معطره اللي هما لي زارب دو بروفونس، يمدوا لنا كو بزاف بنين للدجاج تاعنا باش الكراتان تاعنا ما يجيش صامط. بما انه الكراتان تاعنا حيكون غير بالدجاج فقط، يسمى ماذا بينا نكهوه ويجي بزاف بنين. وهنايا راني حندير لافاس تاعي تاع المملحات اللي حنديرهم اليوم. بالنسبه للمملحات تاع اليوم عمروهم فاسيوهم بواش تحبوا، يعني واش كان عندكم ديروا، ما حبيتش يعني نبريسيزيكم هكا حشو يكون معين. انا هنا واش درت، درت نص حبه بصل قطعتها مربعات، استهنا كميه تاع دجاج مرحيب. انا توجور جو بريفير في لي سالي لو بولي اشي سي ميو، ولا لو داند اشي احسن من اللحم، اللحم نحس شويه ثقيل. بما انه هذه الوصفه ولا هذه المملحه راهي راح تكون مقليه ماليش راح تكون في الفوق، الوغ جو بريفير نديرو بالدجاج باش تجي شويه خفيفه. خليه يطيب هنايا. بالنسبه للحشو تاعي راح نزيد لها، قلت لكم درت هنايا مغرفه تاع زيت، نص حبه تاع بصل مقطع مربعات، كميه تاع الدجاج تاعي، وحنزيد ملح في الكحل توبيل الدجاج، ونزيد سنينه تاع الثوم باش تعطيني هذاك لوكول بنين في الحشو تاعي. هنا توجو بالنسبه لهذه المملحه نبداو بالحشو هو الاول باش يبرد لنا، يعني باش كي نجو حنخدموا العجينه تاعنا، كي نجو حن يعني نديروا الفاصوناج ما راهيش رايحه تتقطع لنا لاباط تاعنا. هذه بالنسبه لو غراتان المملحه فوالا. وهنا اكيد كيما على بالكم دائما الوصفات اللي تحب كبر، يعني اللي تحب تزيد ولا اللي تحب تنقص، تحب دير كونتيتي صغيره، دير كونتيتي صغيره تقسم المقادير، واللي تحب راهي دوبلي تضربها في اثنين. راح نستقبلوا المكالمه. الو 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 مساء النور. سلام. سلام ورحمه الله. شراكي لاباس؟ الحمد لله. وانت شراكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا؟ معك ام زينب من تلمسان. معنا ام زينب من تلمسان. ام زينب من تلمسان، مرحبا بك ام زينب. الله يسلمك ويعافيك. واش راكي، واش راهي زينب، واش راهم ناس تلمسان؟ الحمد لله بخير. سلموا عليك. يسلمك، سلمي عليهم كامل. الله يسلمك. الحمد لله. ام زينب ما تبيع الو شاف نسبحها يوميا الا الجمعه. الا الجمعه سمعك يوميا معنا. يوميا معاكم. مرحبا بك. الدراري يقرا وانا نتفرج. نادي وقت لاسياست وانت قاعدة تشوفي الوشاف، رقديهم وقاعدي اليز. اليز لا نزفتهم يقراو. اي يقراو. واه. ربي ينجحهم ان شاء الله. امين ان شاء الله يا ربي. بنتي عندها شهادة تعليم متوسط، ان شاء الله نتمنى لها النجاح. ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله وتفرحكم. ان شاء الله يا ان شاء الله. معنا شاف بشرى اليوم، كش ما تحبي تطلبي بلا كاش وصفة ولا تسقسي على كاش استيس؟ ما المره اللي فاتت كي اتصلت قالت لي باش ندير لكم هذوك لي باركات سالي، راني يعني نصادر فيهم. واش لي تحت سالي لي باركات سالي؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله دوك راح يكونوا، راح نديروا قبل رمضان. ايه مداخلين في البرنامج تاع رمضان ان شاء الله، وهكذاك باش تقدروا يعني كي قرب يلحق رمضان باش تقدروا توريكم من كيفاش تحتفظوا بهم ان شاء الله. يا ان شاء الله. شكرا لك ام زينب، حنحطك باش تشاركي معنا. اهداء صغير، اهداء صغير برك. تفضلي يلا باختصار. نهديها لولادي ونهديها للزوج تاعي، نتمنى له الشفاء العاجل.
ان شاء الله ربي يشفي، ربي يشفي كل المؤمنين ان شاء الله. شكرا على اتصالك ام زينب. مع السلامه. مع السلامه. تلمسان هنا الوصفات، نذكروا برك بالوصفات تاع نهار اليوم. اليوم جابوا شرا، جاب لكم غراتان تاع الدجاج، الدجاج وحده، وايضا راح دير مملحات، مملحات واحد مقليه، مقليه فوالا، غادير غراتان دجاج ومملحات مقليه، وراح نديرو ثاني التحليات على الخيط. ايوا هذيك اللي نقلب عليها، صحيتي يسلمك. هنا هذاك الدجاج لازم يطيب مليح، يطيب مليح. وهنايا الفو ميو بعد ما هذا الدجاج تاعكم ولا اللحم ولا اي لافاس تكونوا درتوها، من الاحسن بعد ما تطيب نصفيو لها كامل هذاك، نحولها كامل هذاك الزيت تاعها، باش من بعد كي نجو حنا نخدموها، نخدموا العجينه تاعنا ما تزغ، ما تعذبناش في الخدمه، ما بتكونش بزاف مزيت، ديجا حنديرولها لي فرماج وكامل. الوغ انايا هذه الكميه تاع الزيت جوست باش طيبت فيها برك، بعدا نحيها كامل باش ما يجوش يصالي يقهموا. وصح العفسه المقليه وكل حاجه تتقلى تجي بنينه، بصح تقهم او ميم طون تاعك، تسمى الواحد ما لازمش يكثر بزاف من الايدام والامورات هذو اللي فيهم الزيت بزاف. مي اسيا هذه الوصفه بزاف هي لا تاع هذه المملحه، ماشي فغيمون هذيك المملحات اللي تحسيهم بزيتين ولا يشربوا الزيت، باسكو لاسيس تاعهم كامل كي راح نديرهم في لابانيور، راح نديرهم في شابلور وفي فويسمون، باش تفد لنا بزاف كونتيتي تاع الزيت. هذه هي لاسيس اللي راح تكون تاع البرنامج. اسيا حنينه ما تقدرش ما تخلي تعطيهمش ذيك الوسمو تاع باش كيفاش دوكا هي غير سقتين نداو ان شاء الله توجور اللي يدي الميكرون يكون صحيح صح يستاهلوا فوالا. اه هما كامل يستاهلوا سبق وقلنا، و يكون ما عنده يكون محتاج اكثر اكيد. اه اللي يكون محتاج اكثر هما كنا قلنا احنا ماذا بينا كامل كل وحده تعيط ولا كل وحده يتفرج ماذا بينا كامل، يعني ندوا لهم هديه هكذا باعتبارهم اوفياء جدا البرنامج سورتو الحضره تاعهم. اسيا شتي كي تقول لك هذيك الكلمه الحلوه وكاع ما تقدريش ما. اه صح صح، ربي ان شاء الله يحفظهم كامل ان شاء الله يا ربي. هنايا الحشو تاعنا نستعرض المكالمه. الو الو الو، مساء النور. مساء الخير، واش راكي؟ لاباس، معليكم شتوما، معاك الو شيف؟ نعم؟ معايا الو شيف؟ معاك الو شيف، وي. أنا أم ملاك من قسنطينة. أم ملاك من قسنطينة، مرحبا بك أم ملاك وبناس قسنطينة. بيك أختي، بالسيف حكمتكم، ديما نعيطو ما حكمتكمش. الحمد لله، اليوم راكي حكمتي. داكور، اليوم عندك. نشكركم على البرنامج، برنامج على الكيف، عجبنا. الله يسلمك، الله يسلمك. الوصفات كامل عجبونا. الله يسلمك، شكرا. بالك عندك كاش وصفه كي حابه تطلبيها مازال ما شفتيهاش؟ والله مادا بيها دير لنا شويه تاع لي كخيم الربدان. لي كخيم؟ كخيم ديسير باش نوعوا شويه في شهر رمضان ان شاء الله المبارك. ان شاء الله. آه قولي لي ام مالك، انتم في قسنطينه ديروا لا كخيم تاع زقوقو هكا؟ تاع ديروا، تاع ديروا نوعوا احنا ثاني عندنا الوصفات نوعوا. ديروها حبينا نزيدوا نشوفوا وصفات خلاف. ان شاء الله ديروها بزاف بنينه، كنت كليتها عندكم، لازم لازم تبعثوا لنا الوصفه تاني. الاصليه. نعم قلت لك لازم تبعثوا لنا الوصفه الاصليه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا ام ملاك. عايشك نعم، يعطيك السلامه اختي. يعطيك الصحه، شكرا على اتصالك. شاركي في المسابقه، يقدركم ان شاء الله. الله يسلمك اختي، شاركي في المسابقه نحطك. حطي حطي معليش، نشارك ان شاء الله. هاي يا اختي، سلمي عليهم بالسلامة اختي. يسلمك، يعطيك الصحة، شكرا على اتصالك. بالسلامة، عايشك. مع السلامة. أم ملاك من قسنطينة. يلا دائما الرقم الهاتفي دائما في خدمتكم. الحمد لله الاتصالات راهي صافا، راكم تحكموا، راكم تعيطوا لنا، راكم تقولوا لنا، راكم تحكموا. نذكر برك بالوصفات، اليوم معنا شيف بشرى، راهي ديرنا في غراتان تاع البولي ومملحات ايضا تاع الدجاج وتحليه بالفريزه. على بالي بلي كاين بزاف منكم راكم تقولوا كل حد نشوفوا مارفين نشوفوا سوميه في التقديم مع شيف بشرى. اليوم كاين اسياف تقديم مع شيف بشرى، سميه بنت نقولوا لها برك على بالكم بلي عندها برنامج جديد راهي توجد له ان شاء الله مع زوجها عمار. ف
نقول لها نتمنوا لها التوفيق، نقول لها حظ موفق. راح نتوحشوك في الو شيف، لكن راح ترجع لكم ان شاء الله. على بالي راكم تسقسوا فراني جاوبتكم قبل ما تسقسوا. هذه هي قلت لكم الوصفات تاع نهار اليوم. كانت بشرى حطت الدجاج باش يطيب و باش هكذاك ندير لكم الكغاتان تاع نهار اليوم، كغاتان الدجاج. حنا مالفين نشوفوا الكغاتان بالخضار مرفوق بالدجاج اليوم. طريقة على طريقة المطاعم كما قال لنا شاف بشرى، فراح نشوفوا ان شاء الله كغاتان خفيف ظريف بالدجاج برك. عندي شحال مني راني نشم. والدجاج شتيت متى ما يطيب؟ فيش الروح فوالا. فيش الروح كما نقول. هنايا اسيا بعد ما كنا درنا لو فون تاعنا تاع الدجاج تاعنا راه يطيب، ودرت بيان سور لافاخس تاعي ساهله مهله. هنا تقدروا ما ديروش الدجاج، ديروا ما خضار تجي بزاف بزاف هايله، ما بالخضار تجي خفيفه وتجي بزاف هايله، سورتو في رمضان نحبوا شويه نوعوا، يعني ماذا بينا ماشي توجور نديروا اللحم ولا دجاج. تقدروا ما ديروها بالخضار بالفلفل هذاك تاع الالوان، وتدخلوا لها هكذا شويه تاع لي فرماج تجي بزاف بنينه. هنايا دوكا نروحو لاباط تاعنا تاع المملحات. بالنسبه لاباط تاعنا تاع المملحات عندنا نورمالمون 4 كيسان تاع فرينه. شوفي لي اسيا هاني حنشوف لك حوالي بالميزان يوم اللي حندشن هذا. كنت حكيتي ديجا على يوم حندشن هذا الفرينه تاع 5 كيلو تاع سوسيمي. هايله بزاف هايله تاع سورتو تاع 5 كيلو بزاف تعجبني. كاس فرينه، مغرفه صغيره تاع خميره الخبز هكذا، مغرفه صغيره، مغرفه صغيره تاع السكر. فوالا مانيش نتريشيه، مانيش مغرفه صغيره تاع الملح، اربع مغارف كبار تاع الزيت، وحليب دافي، والحشوه اختياري كيما تحبوا. هذه هي وتشوفوا فيها على الشاشه، ماني نشوف فيها، راني نشوف في بشرى. شفيك شاني راني نشوف في بشرى. عاودت لك الوصفه، تحبي نزيد نعاود لك؟ سي بون سي بون، عرفت الفرينه برك حبيت. ما نستقبلوا مكالمه، راهي معنا مكالمه. الو الو الو، مساء الخير اختي اسيا. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ صحه لاباس؟ الحمد لله، سؤال عليكم. والله الحمد ربي في نعمه. الحمد لله، شكون معنا؟ أم ريتاج من بومرداس. أم ريتاج من بومرداس، واش راكي أم ريتاج؟ والله غير سؤال عليكم، أنتم راكم ملاح صحة لاباس؟ الحمد لله. واش راهي أختي بشرى، راهي مليحة؟ راهي معاك يتسمع فيك. صباح حبيبتي وش راكي؟ واش راكي؟ ولا غير صباح حبيبتي، الحمد لله، سؤال عليك. الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة، على واش راكي ديري؟ بلا مزية حبيبتي، بلا مزية. إن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. ان شاء الله كي مليحه العائله راهم لاباس. والله غير صافا الحمد لله، وانتم كاع بخير. والله غير في نعمه الحمد لله. هذاك هو الصح، الحمد لله. والله غير الحمد لله اختي. عمر ريتاج ما فاتشوفي مالو الو شاف. راني اجر معاكم. وتسيي راكي تشوفي برك ولا تشوفي وطبخي؟ لا لا نسيي نسيي، شحال من حاجه سيدها كيما اللي بنيت اختي بشرى، والله غير سيدهم نجحوا لي بزاف دي بلا راني نعاودهم، والله غير ما شاء الله. صحتكم صحتكم. الله يسلمك، ربي يعطيكم صحتكم ان شاء الله. الله يسلمك. قولي لي ما تشاركي في المسابقه ان شاء الله؟ هي كتبتيه ان شاء الله. راح نكتبك، اني كتبتك وراح نحطك في القلعه. حظ موفق ليك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يسلمينا على اختي سميه وعلى شاف ناديه وشاف كريمه ان شاء الله. يبلغ ان شاء الله. اسلم مثل الخير تاع هاكي نجوز لك بنتي صغيره، حابه تقول لك مثل الخير ريتاج. يا عمري يسلمي عليها. مرحبا يا بابا. مساء النور حبيبتي، وش راكي؟ صافا الحمد لله. قولي لي واسمك؟ حبك. انا تاني نحبك ريتاج. وانت عليك يا عمري يا عمري. ربي يحفظك ان شاء الله، كي تعرفي تقراي. الو خلاص راحت، ربي يحفظها لك ان شاء الله، ربي يعاونكم ان شاء الله. شكرا مع السلامه. سلامه صحيت صحه. بشرى نكملوا المملحات ولا نروحوا؟ شوف مع ياسين نروحوا فاصل. كملوا كملوا داكو. هنا بالنسبه للمملحات تاعنا قلنا درنا لاباس تاعها. بالنسبه لاباس تاعنا، لاباس تاعنا بزاف سهله، عندنا 4 كيسان تاع فرينه،
الكاس السعه تاعو 220 مليلتر. درنا ثاني مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، مغرفه صغيره تاع السكر، حنا خميره الخبز ما نسحقوش كميه كبيره. درنا مغرفه صغيره تاع الملح، درنا مغرفه ولا شوفوا تحبوا كميه صغيره تاع اعشاب معطره ولا زعتره ثاني في لاباط، تنكه لنا لاباط تاعنا وتعطينا كو بزاف بنين. على بالنا بلي المملحات اللي يكونوا مقليين دي فوا تحسوا هذيك اللوغو تاع الزيت، كاين ناس تحسس بزاف من الزيت، كي نديروا هذه الاعشاب معطره تعطينا كو بزاف بزاف بنين. جو راح نغطيو شويه على هذيك الريحه تاع الزيت اللي تكون في المملحه. انا هنا درت قسم مغرفه صغيره تاع اعشاب معطره، درنا ثاني مغرفه صغيره تاعكم تاع ملح، حوالي 4 مغارف كبار تاع زيت. نخلط كامل المكونات كيف كيف ونطم لاباط تاعي بالفارينه بالحليب بالحليب. هذه هي ثم سؤال قلنا توجو يكون دافي اصلا ما يكونش بارد بزاف. اها والسؤال كنا قلنا بشرى هو واش الحاجه اللي تخلي لا شابليون ما تشربش الزيت هكذا، واش هي حاجه اللي تخلي المملحه تخليها ما تشربش فريمون زيت؟ ما تشربش فريمون زيت. فوالا هي هذيك الطريقه اللي حنديروها اليوم. اها فوالا نستقبلك بول. هنايا ميم الحليب كي يديروا زعما كي تدفيه وبعد دي فوا نساوه شويه يسخن، ما ديروش سخون بزاف. هنايا سي دي كونسي ديروا الحليب تاعكم بارد كي تكون كاينه الخميره تاع الخبز، الخميره الفوريه، وكي يكون فريمون سخون ثاني راح ياثر على الخميره تاعنا. الوغ هنايا انا كي دفيته بزاف سخنته راح ندير له شويه بارد. يعني نكملوا نخرجوا فاصل بشرى ونعاودوا نرجعوا بنا اللحظه. نذكركم برك باللي اليوم عندنا رانا نديروا في غراتان تاع الدجاج وايضا مملحات للدجاج اللي كانت دارت بشرى لاباط وخليتيها تريح. بشرى نعاودوا برك حنقول لك الا نعاود لهم الوصفه. كانت كنتي درتي كاس فارينه، كاس واحده فارينه، 4 كيسان فوالا. كان عندي 4 كؤوس فارينه، مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، ومغرفه صغيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع الملح، 4 مغارف كبار الزيت، ولمتهم بالحليب دافي. هذه هي الوصفه. والحشو اختياري اكيد، كل واحده واش تحب دير في الحشو تاعها. هنا كانت واش غا دارت بولي اشين، دارت دجاج مرحي طلعتو، قالت لك لازم تخليه يبرد باش هكذاك العجينه ما تتقطعش، ومن بعد نديروه في لاشابلوغ. ولازم نديروه في لاشابلوغ لانه علاش نديروه في لاشابلوغ؟ باسكو لو كان نديروه هكاك ترفد الزيت. تلميذه مجتهده على بالي توجور لي زاستيس. ها دوكا ندير لابيشاميل تاعي، نقص برك للفرنو باش نجيب لافارين. يعني نشوفوا شويه من تعليقاتكم. تنساوش بلي رانا مباشره ايضا على جربت الشربات ديال بشرى روعه، انا ثاني جربتها رائعه جدا. الله يعطيك الصحه بصحتكم حبيبتي. شابلور بها شابلور راكم في القمه. شكرا لك بشرى القلب الصافي. يعني نستقبلوا هذه المكالمه. الو 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 مساء النور. مساء النور، واش راكي لاباس؟ الحمد لله، واش راكم انتم؟ والله غير الحمد لله. هي شيري يا بنيتي راني نفرح كي شديتكم. شفتي نعم انا شنو نسمعوا فيك؟ عيطت خطره وشديت ما شدي ما تمتمر راح لي الرقم. راح لك الرقم تاع البرنامج؟ يوم اتصل به وقولوا لي مغلوق مش في الخدمه. الرقم ديالك راح لك؟ اي معليش ماشي مشكل. ما انت ما تشاركيش معاك، حابه تشاركي في المسابقه؟ ما نشاركش بنيتي، نهضر برك. عندي كلش، راني مرا كبيره في 80 سنه، شتي نهضر معاهم ونحب نشوفهم كعود ونخدموا. الله يبارك الله يبارك، مرحبا بك. قولي لنا برك شكون معنا باش نعرفوا. واش راهي بشرى؟ واش راكم كل اللي شافوا كل؟ الله يسلمك يعطيك الصحة، شكرا لك. والله غير شرفتوا الجزائر اليوم في كل بلاصة بنيتي، عليتوا العلاب. الله يتسمع فيك. شرفتوا بلادكم. الحمد لله. الله يعطيكم الصحة. امين ان شاء الله. شراكي انا نشكركم برك، بالتالي هاد الحوايج انا ما نديرهم والو، ديرهم البنيت. الله يسلمك خالتي جميلة هكذا. ايه نعم امي، ما سالي لي على بشرى زين تضحك. اي تسمع فيك، تحبي تحكي معاها تفضلي، راهي تسمع فيك. مساء الخير. واش راكي يا بشرى؟ واش راكي طاطا كيف خير؟ الله يحفظك حبيبتي، واش راكي يا بشرى؟
ولا عصابة، أنا ما نقولكش طاطا ديجا، نقولك ميمتي. الله يحفظك، الله يزيد إيمانك ويعلي مقدارك بنتي. شرفتونا في البلدان، هزيت وراي تبزاير، شرفتوا بلادكم، شرفتوا ولادكم، شرفتوا مواليكم، يعطيكم الصحة. يسلمك بلا مزية، ربي يحفظك إن شاء الله ويطول عمرك. الحمد لله كي حكمتكم من ملي تحلوا أنايا من بي 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 ما نعرفش اللي علينا نوامر بصح تعالوا شاف كتبتوا لي الطفلة نعيط برك. معليش مرحبا بك، ومعليش تقدري تزيدي تعاودي كل مره يديروا لك الرقم تاعنا وكل مره تعيطينا وتحكي معنا. ان شاء الله يعطيكم الصحه، قولي للطفل اللي حكمته حل عليا، قولي حل عليك بيبان خير ان شاء الله وليدي. الله يسلمك ان شاء الله، شكرا، يعطيك الصحه. الله يحفظك في روحك. الله يحفظك ربي يطول في عمرك. يا ربي ان شاء الله يعلي مقداركم كما عليتوا مقدار بلادكم. الله يسلمك. حفظتوا عليها بنتهم باللي صوروا بنتهم الصوت برجال الخافه. تحية لهم كامل. نشكركم ربي يخليكم كي العلم نتاع الجزائر عاليين. امين ان شاء الله، امين، شكرا، يعطيك الصحة. شكرا، قول للطفل اللي هو يحكم قول له ساعات وهاني نعيط نستخبر برك، نفرح بكم وليداتي. الله يسلمك، ان شاء الله يسخطي عليك الخير. سلمي لي على اللي شافوا كل. يبلغ يبلغ، يعطيك الصحة. صحة حبيبي. مع السلامة. الله يقويكم. سلامة. نعاودو نرجعو ليك بشرى، عاودتي رجعتي لهذاك الكغاتان، ديري لي الكغاتان يدير في لابيشاميل تاعي. ها اللي كنتي اش درتي؟ درت لها اسي شوفي لي برك الوصفه باش ما نغلطلهمش. لا لا راني معاك، انت راكي تهضري راني نقول لك. فوالا كنتي درتي فوالا بيشاميل يعني جينيرال كامل نديروها. كل واحد والطريقه تاعو، شوفي اسيا كاين اللي يدير كلش بارد في بارد، كاين اللي ما يعوض انه يدير لا مارغارين ولا زبده يدير الزيت. وكان هنا واش درت؟ درت مغرفه تاع زبده، حوالي 50 غرام تاع فرينه، بيان سور لازم توجو هذيك الفرينه تحمص تخي تخي بيان باش ديروا عليها الحليب. درت الحليب تاعي بارد، زدت ملح وفلفل كحل، تحبوا تزيدوا هذيك جوز الطيب هكا رشه صغيره باش تجي بنينه. انا هنايا بما انه درت كراتان تاع الدجاج وراح نرافقها بكراتان تاع الدجاج، حنزيد لها هكذا رشه صغيره برك تاع تابل الدجاج باش يعطيني هذاك لوكو. ديرها بيان سور مع التالي جوست ما تعقد لنا هنا، ما نسحقش تكون فريمون عاقده باسكو كوني راني حنديرها كوم اون صوص للكغاتان تاعي. كي زيد تدخل الفوغ راح زيد تشد روحها شويه. ديرها بيان سور شويه تاع فرماج بلون، نخلط كاع هاد المكونات كيفيف تحصلوا على هاد البيشاميل. هنا ما خليتهاش فريمون فريمون تعقد باسكو كوني حندخل الكغاتان تاعي للفوغ. هنا خليها تريح شويه ونروحوا نشوفوا الدجاج تاعنا على طاب. الجواب هو الشابلور، انا من وهران، الجواب هو الشابلور. الله يعطيكم الصحه والعافيه والتوفيق للجميع، شكرا لك. هنا كنا قلنا يعني مملحات باش ما يجوش مزيتين، اسكو نقلوهم هكذاك ولا نديرهم في لاشابلور خير؟ هي الجواب انه راكم تقولوا لاشابلور، على هذيك على هذيك راهم يقولوا شابلور شابلور. يعني هذه هي لاسوس اللي كانت مدتها لنا شيف بوشرى، يعني تقدروا يعني يقدروا بشرى يقدروا يقلوهم هكاك بصح يفدوا بزاف الزيت. يفدوا بزاف الزيت اسيا. وحنا توجور نحبوا هذيك الطبقه المقرمشه تجي اللوكو تاعها بزاف بنين. ما يتحطوش في الفوغ؟ يقدروا يديروا هاد لا غوسيت ويديروهم في الفوغ، برك حنا حبينا نبدلوا شويه. كاين بزاف ناس تقول لك كرهنا شويه من هذوك المملحات تاع الفوغ، حبينا حاجه مقليه. وكاين اللي بزاف تبان لهم باللي الحاجه المقليه ما تشدش وقت. وكل واحده وكيفاش، الوغ حبينا كنبدلوا شويه. حاجه تكون هكذا مقليه، الناس تحب المملحات يكونوا مقليه واللي تكون فيهم هذيك القرمشه. الوغ درنا لكم هذه الوصفه. بالنسبه للدجاج تاعي نحمصو بون نحيه، وكنحي غير هذاك الصدر تاع الدجاج تاعي ونقطعو نقطعو هكا يكون نفتو كامل، ونزيد له هذيك لابيشاميل، نخلط مع هذيك لابيشاميل ونزيد له لي فرماج وندخلو ديريكتومون يطيب في الفوغ. حاجه بزاف بزاف سهله. بالنسبه لهذا المرق تاعو اللي بقى، هذا المرق تاعو هذا لو فون، يعني نستعملوهما في تاكليات العجائن، تستعملوه في شحال من حاجه ويجي بزاف بزاف بنين. كيف كيفيه الاحتفاظ به؟ غطوه في خلوه يبرد شويه بيان سور، مع بعد ديروا في علب يكونوا معقمين وخلوه في الفريجيدار. كي تستعمليه بيان سور جبديه من قبل واستعمليه ويجي بزاف 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 بنين، احسن من انه تشريه من برا. بس كاين مرق دجاج يتباع برا، جو بريفير نخدموه احسن ان شاء الله. صح، هو المرق اشاك فوا فوا كي نديرو هكذايا ماكله يقول لك تزيدي لها، اولي تزيدي لها الماء تزيدي لها مرق الدجاج باش تمد بنه. يتخبى وشحال يتخبى شحال يقعد بشرى؟ ما يطولش فغيمون، حنا هاد الحفايس ما يقعدوش بزاف في الفريجيدار. حنا توجور نطيبو اسيا، نديرو الفطور نديرو الشعر، يعني حقيه تحقيه سورتو في رمضان.
السلام عليكم، نهاركم زين يا رب. من فضلك انا نموت على الحلاوي، وحابه وصفه تكون سهله تاع قهيوه وتمتم توجد، خاصه تمتم توجد المعسل والمقرمش. المعسل المقرمش درناهم كاع للبغيات مزروبه، الا مزروبه اسيا تروح دير غير حلويات الو شيف، تشوف كاع الوصفات وكاع لي شيف كانوا داروا. صح الجواب شابلوغ، بالتوفيق، الله يبارك. شيف بشرى في ميزان حسناتك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. برنامج في القمار بيوفقكم في مسيرتكم. شكرا. ناخذ اتصال معنا اتصال. الو 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 الو، مساء النور. امس الخير افيا. الحمد لله. وش راكي ام رفيق؟ وش راكي بنتي؟ الحمد لله لاباس. وانتيا؟ والله الحمد لله اسيا. واش راكي؟ واش هالعيلة؟ الحمد لله ربي يخليك. منين راكي تتصلي بينا؟ من قالمة اسيا. من قالمة، مرحبا بيك وبناس قالمة، واش راكي؟ والله الحمد لله اسيا، والله احنا نتفرجوا فيك كل يوم ونتفرجوا في الوصفات ونشكروا لي شافوا كل، تبارك الله فيهم. فيكي بركة. الاخت نادية، الاخت ام فارس، بشرى، اخت بشرى. بشرى هي معانا اليوم، عجبوك الوصفات تاع نهار اليوم؟ بشرى دوك نقولها واحد الكلمه يتعرفني بها. بشرى تفضلي. تفضلي نحبها. تعرفيها؟ قولي لي. لا هي اللي تعرفني، نقولها يا الشاطره يا الفحله. كي يسمع لابوت حيطلع لي المورال. والله انسانه طيبه. وش راكي حبيبتي؟ حبيبتي الغاليه لاباس بشرى، وش راكي انتي؟ حبيبتي الحمد لله. وش راهو رفيق؟ وش راهم كاع بخير؟ والله الحمد لله بشرى، والله نتفرجوا فيك ما حبيبتي الغاليه. يا عمري شوفي تبارك الله تبارك الله تبارك الله فيك بشرى. يا عمري تعيشي حبيبتي، وفيكي بارك ربي يحفظك ان شاء الله. عبالك بشرى، والله نحبك 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 ياسر ياسر. وحنا والله شوفي شتو كيما انتم تحسوا وتحبونا وتعطونا هذيك الكلمه الطيبه، احنا ثاني نحبوكم كامل ونعرفكم بالوحده. والله يا بشرى شوفي نجربوا يعني الوصفات، شوفي كيما المقلوبة المقلة، ايه كيما القطوة الطابع، قولي لي نتحولك كيما قلب اللوز، هذوما كل شوفي نجربوهم. وجربت ثاني تاع الشيف كريم الخفاف كيما يقولوا الفطاير، جربنا يعني الوصفات كل ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله، انتوما ثاني فحلات الله يبارك وشاطرات. احكي شطرة فحلة في الشطرات وفحلات يا عمري. والسؤال الكبير على السمية تاني نحبها ياسر. الله يسلمك الله يسلمك. وانت يا آسيا؟ والله الله يسلمك يعطيك صحة. ما شاء الله عليك يا حبيبتي الغالية، ربي يخليك يعطيك صحة تعيشي. والله نحبوكم احنا معاكم يعني في المتابعة كل يوم، يعني نتفرجوا فيكم يعني انايا، ويسلموا عليك ما نتقال ما كل. الله يسلمك سلمي عليهم كامل، وحنا نفرحوا كي تتبعونا دائما، وسختو كي تحكمونا وتحكيو معانا. شويه بس اتصال صعيب برك اسيا. اكيد اكيد، لانه بما انه البرنامج محبوب وبرنامج تاعكم فكامل تحبوا تحكموا، فاللي عندها زهر راهي تحكمنا تحكي معانا وان شاء الله حبيبي. يعني حتى كي ما نحكموش ونسمع الاوفياء ونشوفوا الوصفات ونشوفوا الحلويات، يعني كل يحكمنا الحمد لله. الحمد لله، يعطيك الصحة. شكرا على اتصالك ام رفيق، راني كتبتك باش تشاركي معنا في هذه المسابقة. ان شاء الله بنتي، ان شاء الله نكون من الفائزين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يعطيك الصحة. ان شاء الله يا ربي تستاهلي. وربي يعطيك صحتك انت يا وبشرى وكل كل كل شاف، وربي يبارك فيك من شاء الله الشيء اللي تخدموا فيه. يسلمك يعطيك الصحة. ونشكر الاخ اللي استقبلني احسن استقبال، نقول شكرا ولدي. الله يسلمك يعطيك الصحة، شكرا. يعيشك. مع السلامة. بشرى كنا نحكوا كانوا يشوفوا فيك بلي خرجتي هذاك الدجاج وراكي تفتي فيه باش تحطيه في ال، هي من الاحسن كي يبرد يفتو بيديهم خير، مي انا شتي لذاك الوقت راني نعاود في روحي بال فوالا. والدجاج يطيب شتي كيفاش طاب بالخف، يعني ما فيش الروح. انت ما مشيت بزاف الوقت. هيا بعد ما تتكامل الدجاج تاعي، احنا من الاحسن قلت لكم خلوه يبرد شويه وفتو بيديكم خير. معليش معليش، الكبه المشويه السوريه ما شاء الله عليكم، على باليش حقول لكم بشرى، فانا حنقولها لكم ان شاء الله. كانت كريمه وعدتكم بها ديجا، ان شاء الله راح تكون في البرنامج، فهي على بالنا
بسكي قاطو بزاف وهما الاكل كلش على بال بلا ما نعاودها كاع لي شاف بزاف بسكي مشرقي بزاف تحبو هي اصلا تحب تخدم بزاف شاف كريمه الاطباق وانتم والفتوها في هذه الاطباق المشرقيه فان شاء الله راح تكون في الموعد الكبه بشرى الله يبارك عليها ديروا لنا سوب دو بواسون ان شاء الله ندير لي سوب تحسبي على بالي ما نخافش عليك بسكي مثلا هنا تراديسيونال دخلت شويه هنا ست شويه مارق تاع دجاج باش الكغاتان تاعي ما يجينيش بزاف بزاف جوغ صامط هو ماشي يجي صامط باسكو الدجاج تاعي ديجا نكهتو كي طاب في هذاك المرق زدت قيس ماشي حاجه جوغ قيس كاس برك ديروها دوك هنا واش ندير نجيب الطبق اللي ندير فيه الكغاتان تاعي صح معليش روماركيتو باللي الجمله المعتاده اليوم تاع بشرى ما كاش اسير وحي عمني لي صبري ترى مطلقه وانا تقلق قولي لي مازال الحال راه غير 22 ما تعاونينيش 20 بركاي اي بركي اي راهي 20 الوقت اي بدات نهار اللي طيب بشرى شوف نهار الكاطو ما تقوليلهاش كاع الوقت نورمال اليز صح نهار اللي طيب غير قولولها على الوقت غير فكروها هذيك بس خاطرش نحب نعطي له وقت وطياب على هذيك هنايا معليش درت هنايا في لو بلا تاعي اللي حيدخل الفوق درت الدجاج تاعي كامل دوك هنايا ندير لا كونتيتي تاع البيشاميل تاعي خلطها شويه نجي نديرها هكذا كطبقه من الفوق انا قاعده نشوف واش نقدر زعما ندير ما تقوليش برك نقي لها فاز هذيك خي حديري هكاك بقشورها سبحان الله كيفاش تعرفي المهام تاعك اسيا وعلاه تخليني غير المهام هذوك الصامطين يعني حرام عليك رحتي اللي في خازا باكش معناتها كي تنقي وتاكلي على بالك بغيت نضرب واحد 3 شهور وحنايا هذوك هكذا هذوك نتفو فيها مسكينه هذيك لا نصبر لا في خازا بالموز ايه كيف كيف هنايا بعد ما درت انا بعد ما درت لا بيشاميل تاعي كنت الدجاج تاعي قلت لكم كي ديروه ديروا له هكذا قيس غراف ولا زوج غرارف تاع هذاك المعلق باش ما يجيش فريمون ناشف الدجاج تاعكم زدت هنايا الكميه تاعي تاع لا بيشاميل دونك هنا عندي جبن مبشور ندير هنا كميه تاع جبن مبشور لا تحبوا ترابيوا تحبوا ديروا هكذا شرائح انا نحب الفرماج راه نحب ندير كونتيتي ديري ديري ما تخافيش معنا اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام واش راكي لاباس صافا نسقسي عليك بخير وانتي الحمد لله شكون بشرى ما عليهاش الله غير الحمد لله ربي يخليك شكون معنا ما عليهاش نعم اللي يقولوها شكون اللي يقولوا كلمه ما عليك قسنطينه حليمه من قسنطينه معك سيده حليمه من قسنطينه مرحبا بك اي معك بشرى مالك منيك عايشك عايشك عرفاتك اي عرفاتك عرفتني عرفاتك معليش خير ان شاء الله نحبكم بزاف بزاف نحب لي شاف اللي جيبوهم الله يبارك الله دمتم دائما متالقين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحه تعيشي شكرا لك يعيشك الله يهنيك كلها وصفات ما شاء الله وانا كل يوم في نفس الوقت متتبعه دائما للبرنامج الحمد لله بقاي دائما بقاي دائما وفيه للبرنامج وفيه يعطيك الصحه شكرا لله ربي قدمها وكي تعرفوا المراه الجزائريه طول تحب خوزينا موتوا على المحلم نحبوا ونحبوا نزيدوا من عندكم ان شاء الله نزيدوا من عندكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب احنا نقدروا نزيدوا من عندكم يعني كنت تبعثوا لنا تقولوا لنا شنو الوصفات قلنا شكو حابين نبعث لكم مش موصل الله يسلمك منكم نستفيد ومنا تستفيدوا هذا بهذا اكيد شكرا يعطيك الصحة وبارك الله فيكم وربي يعينكم ويقدركم ان شاء الله وصفتها الله يبارك شاف بشرى ولا شاف اللي شاف بوكو اللي عندكم ما شاء الله جربت ذاك النهار وصفات ما شاء الله صالحين 100% وشاف بشرى نحبها بزاف بزاف الله يبارك بشوشة ربي يخليها على هاد القلب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحة حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله يعيشك يحفظك انت ثاني شكرا جزيلا يعطيكم الصحة مع السلامة حالي ما حنكتبك مباشرة خي تشاركي نشارك بإذن الله ونكونوا من الفائزين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكوني شكرا ويعطيكم الصحة بكل الطاقم العامل معك الله يسلمك تحية لهم شكرا يعطيك الصحة شكرا على اتصالك يا أمان الله مع السلامة حليمة من قسنطينة هكذا
من قسم هنا هنا راك عاوتي وليتي لاباط بشرى ما خليتيهاش بزاف تريح ما تريحش بزاف هذه باسكو فيها غير كميه صغيره تاع خميره زعما ماهيش حال مسحقتها تخمر بزاف غير شويه باك جات ما تريح لاباط تاعي هذا ما كان هنايا نوزنوا لاباط تاعنا 30 غرام باش نديروا المملحه تاعنا تكون صغيره بيان سور سنه واحده تقطعها لا 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 كش الوقت اليوم ما فيها جاي اي بدات التستريسي بدات بشرى قالت لك فيها كش الوقت 20 خلاص الوقت يعني التحليه ما فيهاش حاجه كبيره يعني ماشي فريمون مي لازم نوريهم لي زيتاب حاجه بزاف سهله اسياس والناس يتحبها هكا تحليه تكون خفيفه ظريفه ومام تو بنينه هنايا بالنسبه للاباط تاعنا وزنناها 30 غرام نديرو هكذا دي بولات ومن بعد نفتحها بيان سور بالحلال وندير لافارس تاعي داخل نغلقها وندوزها في البيض وشابلور ما ديرهاش في الحليب كيما ولا في الفارينة ديريكتومون في البيض ولا شابلور وديريها دو فوا ولا خطرة برك خطرة برك يلاه الله يبارك اطباق اليوم رائعة الله يبارك شكرا لكم سلام هذه قالت لنا سلام وراسكم طيبونا ملوخيه ان شاء الله وراسنا خلاص قالتها ان شاء الله ملوخيه لازم نشوفوا غير ندخلوا غير ندخلوا السياج لازم نحطوها طيب بعد حتى كي طول هي انا ما جامي خليتها تاخذ ربع سوايع هكذاك ولا وهي طيب ومع باش زيدوا صحوا لي اللي يديروا بزاف صح صح نورمالمون صح انا ثاني ما نديروهاش ما شتي احنا في الوسط جينيرالمون ما نديروهاش فانا دارنا ما يديروهاش بصح ملي تزوجت وليت نعرف الملوخيه هذه بنينه ما دقتهاش ما نكذبش عليك ما قدرتش ندوقها ما عندي انا شي حاجه كيما لا هي بنينه يقولوا عليها كاين بزاف اللي يحبوها هي كي جوتي يغمسوها عن بالك واش راه ياكلوها بال لا تتغمس هكا بالخبز ياكلوها الاز بس انا بوكس حقيت حلال تقدر تجيب لي حلال بيان سور نعاودو لهم برك هاكي الوصفه رابيدمون فوالا هنا بالنسبه للوصفه نعاودو نقولو هنايا الوصفه تاع المملحه تاعنا بالنسبه للوصفه تاع المملحه تاعنا عندنا 4 كيسان تاع فارينه ولا تقدروا ديروا مام كميه صغيره اللي تحب دير كميه صغيره دير زوج كؤوس تاع فارينه زيد لهم مغرفه صغيره تاع خميره تاع الخبز خميره فوريه مغرفه صغيره تاع السكر وتزيد لهم 4 مغارف كبار تاع زيت كما تقدر دير نص فنجان صغير تاع زيت نخلطوا كاع المكونات كيف مع مغرفه صغيره تاع الملح ومن بعد نطموا لاباط تاعنا بالحليب يكون دافي هنا اللي حاب يدير لها الماء دافي برك عوضوا هذاك الحليب بمغرفه صغيره تاع حليب بودره باش تعطينا هذاك لوغو والخفوفيه لاباط تاعنا لاباط تاعنا خلات تريح ميم با واحد 15 مينوت هكذاك ومن بعد نوزنوها 30 غرام اللي تحب الحبه تكون صغيره اللي تحب فطائر تاعها يكونوا كبار دير 60 غرام ولا 50 غرام هكذاك لو ماكسيموم درتهم هكذا دي بول دوك هنا واش ندير نجيب الفرينه تاعي نرش الفرينه تاعي في لو بلون نفتح هكذا الحبه تاعي هنايا راهي تبان صغيره جوغ الحبه هكذا يا كي ديريها بصح هي بالك كي تقليها لا انا حبيتهم صغار تقدري تكبري شويه 40 غرام تجي شويه كبيره على هذه جوغ تجي في ما في الشكل تاعها تجي شويه كبيره انا بريفير توجور لي سالي يكونوا في الميني احسن اه صح معنا مكالمة الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اخت اسيا نعم مانيش مأمنة مانيش مأمنة والله ماني مأمنة ومعاني مع الاخت بشرى تانيك يا الاخت اخت بشرى تانيك شوف ما نقول لك خمسة ست اني نرعش يا عمري اني نرعش شوف ما نقول لك خمس سنين ما نقول على بالك على النية وزهر صباح عيطت للشرق كان واحد الاستاذ يدير والله ما امنت دوك راني نعيط وراني نحكم ما شاء الله ربي يبارك فيكم اليوم ظهرك اليوم انا نحبكم نموت عليكم يا عمري احنا ونحب الاخت بشرى ونحب الاخت ام فارس علي ونحبهم كامل كيما راهم ناديه مع سميه نموت عليكم الله يسلمك احنا تاني خلاص حبيناك خلاص حبيناك ونموتوا عليك الله يحفظك الله يحفظك والله ماني مأمنة قولي لي من البليدة من بوسماعيل من بوسماعيل شكون معنا الاخت منيا الاخت منيا ام اسامة ام اسامة ام اسامة وش راكي منيا دوك نكتب والله لاباس يسال عليكم الخير وش راكم انتوما
الله يسلمك ولا غير يعطيكم الصحه كاع واش راكم ديروا. الله يسلمك يعطيكم الصحه. بلا مزيه حبيبتي بلا مزيه. اتعيش يا ربي يفرح بشرى وربي يفرح الاخت ناديه وربي يفرح ام فارس وسوميا نموت عليها ان شاء الله. يبلغ تحياتنا لهم كامل. وراي معنا بشرى الا حبيتي تزيدي تحكي معاها تسمع. الو سلام بشرى. مساء الخير حبيبتي بشرى. بشرى كي حنوتي كحلوشه تاعنا يا والله غير نجحت لي ما شاء الله. جربت التريده تاع ام فارس، جربت السفنج، جربت هذوك تاعك انت يا ربي الماء ماشي مادلين يا ربي وشنو؟ قولي لي حلوه سيغ حلوه يعطيك مادلين تما ماشي مادلين انا ماشي مادلين ليبيني ليبيني اي داروا حاجه ليبيني اي ليبيني جاوني ما شاء الله. صحتك حبيبتي بصحتك مانيش مأمنة يا عمري والله. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة وبلغوا لي السلام بزاف لسومية قولها تحبك تموت عليك. الله يسلمك يبلغ يعطيك الصحة تعيشي. الله يحفظك اختي الله يحفظك لأخت آسيا. شكرا يا وربي يبارك لك وربي يفرحكم وربي ينجحكم في حياتكم. ربي يخليك يعطيك الصحة. أم أسامة من بوسماعيل يا أخي نحطك أكيد تشاركي في المسابقة. حطي 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 وما تخافيش. حطي ودوبني لحبيبي وما تخافيش. شق ميكروونت. نعم ميكروونت يا ميكروونت. شوفي انا عندي ميكروونت بصح شوفوا الكاش وحده ما عندهاش حتى ونخرج انايا شوفوا كاش وحده في بلاصتي زيدوا ديروا قرعه بيناتكم ومدوه لها ولا غير عندي. يعطيك الصحه ولا غير عبك جات هذا رائع جدا. الله يصحى وربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. تعيش الله يحفظك وربي يفتح عليكم ان شاء الله وبلغي سالم بوسيلي اخت سوميه. الله يسلمك يبلغ سوميه تقول لي ان شاء الله عندها ارتباطات وراح تكون معاك وتعاود تولي ان شاء الله الالو شاف كي تكمل. تعيشي الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله يعطيك الصحة. الله يسلمك بلغي لهم كامل السلام الله يحفظك. شكرا يعطيك الصحة بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق الاخت بشرى. يسلمك حبيبتي يسلمك. اي السلامة صح. مع السلامة. صح السلامة صح. من ابو اسماعيل ام اسامه يعطيك الصحه روح خفيفه وظريفه. هايله هايله عفويه صح. رايزو جونس بشرى رجعت لي هكا برك ماشي متفكرينيش كاع في الوقت. انا نعملوا احنا بشويه تعمى باش نغلق لنا المملحه تاعنا ومي يشوفوا اسيا نورمالمون مي يشوفوا مي يشوفوا ممكن كنا نحكوا كانوا يشوفوا كيفاش كنتي ديري مازال ما يشوفوش المملحات هنا لاباط تحليها رقيقه بشرى. فوالا نجيب برك بول صغير ندير فيه الماء. اها عاودي نجيب لك ولا عندك كاين هنا سالي هنا لاباط كنتي تحليها رقيقة تحلي فيها رقيقة وحطيتي فيها يعني كونتيتي مليحة تاع الحشو تاع الحشو باش هكداك درت لها لي فخوماج كنت درت لها الفخوماج انا تغلقيها ديري لها الماء من الاحسن هنايا اسيا باش ما تغبلناش كي نكونوا نقلي فيها باش ما تنفتحش. حطيها في لاشابلو تحطيها تبرد ولا نقليوها ديريكتومون؟ نقليها ديريكتومون دوك ندير الزيت ونقلي. شوفوا برك الكغاتان تاعنا واش في كغاتان وانا نشوف شويه تعليقات. سمعت هذا الصوت صباح كانت مع ايمان الله يبارك الله يسلمك قالت تما قالت لنا عيطت ديجا حكات الصباح. يعطيها الصحه الله غير يعطيها الصحه. جاوب شابلور 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 شكرا مساء النور. وصفات في القمه شاف بشرى يعطيك الصحه بلا مزيه. سقسي لي شاف بشرى فوم شوك فيه خميره غاطو فيه خميره غاطو فيه الخميره تاع الغاطو فيها كامل الساشي كامل نص كيس نورمالمون نص كيس يعني تعاود تولي برك الحلقه تعاود تولي في اليوتيوب ما عندناش بزاف اللي درناها على كل حال الاربعاء اللي فاتت درنا نهار الاربعاء نهار الاربعاء درناه مع المحنشه سي خير وما نحكيش ومن... انا اللي درت محنشه باينه ولا انت شكون دارها اليوم شنو هي ديري التحليه؟ لا لا بيان كيما العاده مو فانا ندير التحليه روحي ديري هاني لازم ولا بد ساسي اللمسه تاعك اللي تحلي لي الاطباق تاعي شفتوا كيفاه خرزماني ولات تتمسخر بيا هايا معليش
هنا واش نديرو؟ هنا بالنسبه للتحليه تاعنا عندنا هنايا بطل تاع فراوله، واش نديرها؟ نقطعها بتيدي، نحيلها هذايا بيان سور، كنت غسلتها بليزيو فوا باش نحيل هذاك التراب اللي يكون في الحبيبات تاعها هنايا. نقطعها بتيدي ونديرها في كاسونه، نزيد عليها جوج مغارف تاع سكر ونخليها جوغ تطلق كامل هذاك لو سيغو تاعها. ومن بعد جوست ما تبرد لنا واش ندير؟ ندير لها نصفي كامل هذاك السيغو ونخلي هذاك الحبات تاع هذيك لابيوغي تاع الفراوله اللي تقعد، ونكملوا الطريقه. قولي لي بشرى، هذه هي اللي حتقطعيها من الطعم؟ تقطعيها صح، وهي هذا هو السيغو اللي خرج. هذا هو السيغو فوالا، شوفوا صافي. هذه باش تحطيها تغلي برك فوالا دوكا. سي بوسيبل برك ديري لي في كسرونه تقطعيها لي وديريها لي في شوف. سمحي لي خدمتها اسيا، ولك عشان خليتيني نقعد كيما انا كيما الناس. كاش كاع كيف اسيا ما فيهاش كاع والو، بصح تعاود في الدار هي ماهيش تحط. قولي لهم قولي لهم هي ما تحطش في الانستغرام وكامل. مي لا لا انا نحب نعاود برك لينا. قولي لي في كسرونه نحطها لك؟ اي في كسرونه قطعيها، حطيها في كسرونه باش نديروا نحطهم هنا بعد نحطهم في كسرونه صغيره نجيب بعدا. هنا واش ندير؟ نجيب المقله تاعي ها. ما تنساوش رانا على اللايف على المباشر على صفحه رسميه هكذاك لازم ديري ديكات. قولي لي ماشي انا وقيلا نحطيتهم لك هنا. انا كنت حطيتهم شتي كي الهب وحده الهب برك. عباك اسيا كي هكا نتلاقى دي فوا المتابعين تاعنا وكامل عباك واش يقولوا لنا؟ يقولوا لي بوكو بلوس تعجبنا فيكم هذيك هذوك الديكات تاع المباشر. وتشوفوا كلش نتقولوا زعما نخبي ولا تشوفوا هذه لازم هذا هو المباشر مش راه. اي صح مش راح دوكا تصرى حاجه ولا دوكا تشعل كل حاجه راح تكون لازم لازم يشوفوا. وانا ما يصراوناش ديكات في الدار غير هما. نقول لك وين تيصراو اسيا؟ يصراو كي تكون عندك عرضه ولا سيغتو كي تكوني مزروبه. بزاف شوفي صرالك هذيك العرسه زعما ديك الحاجه تصدق لك عبالك قرافت صرالي قوليني شافني وانا تسرى. شنو اللي تكوني هذاك النهار يا يحبط لك هذاك الكاطو يا تسرى يا تروح تريسيت يحكي لك تروح لك تريسيتي زعما وتسحقي باطي وتسحقي وتسحقي سنين. نجيب حاجه نحطها برك هنايا نحط فيها هاد المملحات تاعنا نديرهم على هذا الشكل وكم فينيهم لا فينيسيون فينيها كي نديرهم في هذيك لابانيور. نمسح برك هنايا حقي كونتيتي كبيرة جوست باش نسحق هذيك لابيوغي برك جوست باش دير لي هذيك لابيوغي. هنايا دوكا نروح نجيب جوست فراولة افخاز اللي حسبتهم اسيا على بالي. شوفي نكمل هكا دوكا نجيب كسرونه داكوغ. سمحي لي اسيا. معليش معليش على واش نسمح لك كي حسبتيهم كي ديرونجيتك. بالك ما حسبتيش مليح. اي بالك صح. اه ما حسبتش مليح اسيا كي حتجيبي كسرونه حتكلي حبه في الكوزينه. فقط لي يا ربي كيف ندير دركا ما نجيب شاي ملح. نقص شويه الزيت تاعي راكم في القمه. شكرا لكم ما تنساوش شويه تعليقات نقصروا معاكم شويه وتنصروا معنا شويه. فوالا شويه تاع فلفل اسود تابل دجاج يكفي هكذا مش صافا كسونه صغيره برك. دوك نجيب دوك هنايا واش نديرو؟ ندوزو لي سالي تاوعنا هنايا البيض هكذا بهذا الشكل ونجوزو لا شابلور بهذا الشكل هكذا صغيرة صغيرة. هنايا نتحف الحبة تاعي في هذه المرحلة نديرهم في تبريسير كندو. ايوا هذه
انا من احسن يد نديرها في لاشابلي ويد نديرها في البيض باش نخدمو خدمه تكون نقيه. مازالك ما طالبي مع الملاحات؟ مازالني معاهم. شتي كي نخطي كيفاه؟ اسيا الملاحات ما نضربش معاهم بركاي. اصلا نقصر معاك بشرى على بالك يا اخي. على بالي. صح. خاطر من بعد عن باك تبداي تبكي وشي سكتك من بعد. كاين شوكولا كاين شوكولا دادا. كاين سكتك فيها على كل حال. كيفاش كاع كيف نبكي وكاين شوكولا دادا هنا. قولي لي هذه كيف حكايتها؟ هذه نزلها قسم غرفه تاع سكر هكذاك ولا جوج مغارف. اشفى فوالا. كنت هنا قطعت شويه تاع الفريزه لافخيز ولا فراوله. فراوله. فوالا. من بعد نحط نزيد لها شحال مغرف واحده ولا هذا هنايا هنا شوفي هنا هنا احنا في الرطل قلنا جوج مغارف. جوج مغارف. زيدتي غير شويه احنا ما درناش بزاف احنا جوست باش نورو لهم. صافي هو في المقادير دوك تشوفوا في الرطل فيها زوج مغارف هنا الزيت راني نشم فيها تبدا ربي. عاود نخليها تبرد شويه باش نقلي فيها. فهمتلي بزاف ورا السكر هذا سكر كلاص لا سكر سكر معليش دوك نديرو اسيا جوست باش نورو لهم برك هذا مكان نديروهم في الفرن هنايا خليها خلي عليها احنا خلاص باش يعرفوا برك اه صح انت عندك عندي درتيها فوالا انا راح تقلي الملح تاعي الزيت ما تدخلهاش تسخن بزاف باسكو راهي راح تحمر جوغ تحمر غير من برا برك والداخل تقعد هكذاك ماشي طايبه. احلى حاجه في البرنامج وجوهكم المنوره حتى رانا معاكم في كل حركه وفي كل هضره نجاوب شابليو شكرا لك وحنا نفرحوا ثاني كي تكونوا معنا في كل حركه وفي كل هضره وفي كل في كل حاجه نقولوها سورتو عن بالك يركزوا واحد التركيز بشرى مع الوصفات مع صح دي فوا تقولي هكذا عن بالك حاجه دي فوا تقوليها انت تغي انا راني قدامك هنا تغبلي مع باش هما صح صح هما يكتبوها في التعليقات فوالا صح راه ماركيتها هذه صح الله يكونوا كامل مستفيدين منا ان شاء الله يا ربي. هنايا جو بونس زيتي بزاف سخونه لازم حتى نقص شويه هذا الفرنو هذا الفرنو هذا الكبير هذايا حبيته غير في كي طيب لي دجاج بالخف. كل حاجه طيب بالخف وتفوت بالخف ماشي غير بالخف تفوت. شابليور شابليور راكم في القمه كعكه عيد ميلاد من فضلك شيف ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وصفاتك روعه شيف بشرى بيوفقك وينجحك. كثروا لنا من وصفات في الفرن كالبسباس والباذنجان لوبيا ماشطوش شي فلور سلق بطاطا حطت لنا منيو كبير يعطيك الصحه شكرا على تعليقك. سفيريه ايه سفيريه معقوده شحال نحبهم ونديرهم كروكات نوعوا لنا من اطباق الرز. لا خلاص شوفي خلاص سقتو في رمضان سقتو في رمضان شوفي راكي حطيتي لنا المنيو تاع رمضان 30 حطيتي لنا 30 طبق باسكو شوفي كي تحسبي البسباس فيها طرق عديده الباذنجان ثاني فيه طرق عديده في الرز الرز كليتي قاعده تاع الرز نديرو انايا انا اي انا الزوج من عشاق الارز أباك قبل ما نتزوج كنت توجور نحوس نقرا على الرز قريت على الرز كان يحب بزاف الاطباق تاعو كنت ماشي ما ماشي نوع ماشي اثنين تاع تاع لي كغاتان بزاف البنان لي كغاتان تاع الاروز بزاف البنان ندير لهم ان شاء الله نعاودو لهم هكذا وصفات يكونوا شويه جدد ان شاء الله يا ربي. من فضلك الوصفه مكتوبه واش من الوصفه المكتوبه هنا كنا درنا كغاتان تاع الدجاج وروحوا ربي يحفظكم على ما تقدمونه في قناه الشروق المشرقه اشراقات الشعر العربي الاصيل يعطيك الصحه شكرا لك بقاي دائما وفيه البرنامجنا والشيف وبرامج الشروق قناه الشروق. ممكن معجون الورشات معجون الورشات معجون هو المعجن معجون ورشات معجون ورشات يعني هذاك التريستيج اللي قلتي لنا عليه فوالا معجون تباسه معجون فيه بزاف لي موديل ان شاء الله نديروه اسيا باذن الله بصح لازم العدد تاعو يكون خاص يكون عدد خاص بالمعجون بالمعجون اه درناها ديجا درنا عدد خاص تاع نديرو هذاك تاع اللي تقول عليه هذاك تاع التريستيج فوالا ان شاء الله يا ربي. هنايا توجور كي نديرو حاجه مغليه بيان سور سورتو هكذا مملحات يكون فيهم عجينه نديرو لو بابي ابسوربون تاعنا باش يابسوربي لنا كامل هذيك لا كونتيتي تاع الزيت وما يجوش يقهمو. شربه فريك في البشره كنتي درتيها الشربه بشره؟ كنت درتها بيان سور درتيها ديجا غير كيما البشره تلقاوها على اليوتيوب نقدروا تانيك اكيد ثم اكيد راح نعاودوها في رمضان هذيك باينه ولا بد.
راح نعاودوا ان شاء الله الشربه الحريره الجاري، بزاف يقولون الجاري تاع قسنطينه ولا الجاري العنابي ولا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الحريره لا سوب، ديري غير الشربه انت في رمضان واش راه ندير الشربه ندير لي سوب بزاف نبدل ايه وندير بوكو بلوس ثاني الحريره يحبها بزاف. تقولي لي واش من الحريره ديريها؟ ندير حريره اكسبريس وندير كامل لي ليغوم كيف كيف بصح نقص الهكا واش كاين الفورمو نخليها واحد الساعه وهي تقلى غير ساعه برك وهي كما يقولوا ندوزنها ونخليها ومن بعد ندير لها الدجاج كخطره باش نديرها بصح نديرها فريمون خفيفه وتشد ليا. بالنسبه لرمضان ان شاء الله حيشوف هو صافات هذا العام ان شاء الله يا ربي. راكم في القمه البسطيله من فضلكم الجواب هو الشابلور. ديرها لهم ان شاء الله اسيا بسطيله دير لهم نوع يكون تاع ورشات ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. راح تروحي لتحليه بشرى وتحبي حبيت برك نزيد شويه مملحات نشوف برك الكغاتان اسيا هنا الكغاتان ما ياخذش وقت كبير تقدري تطلع عليها ما كلهم تقدري دوك هو ما ياخذش وقت كبير بس كلش طايب لا كلش طايب فوالا غير الكراتينا برك وهذا ما كان. بالنسبه لي المملحات الثانية نشوف فيها تمتم راهي طيب اي شتي برك ينقصوا له شويه الفرن باش ما تقعدش ماشي بزاف بزاف مي ينقصوا له شويه ولا نتوحشكم كي ما نشوفكمش تهبلوا الله يبارك بالوصفات الشيخه راكم روعه الجواب واش عقلوا شكرا عليكم. احنا حتى احنا انا اللي ما نبانوش نتوحشوكم هكا القصره الهضره الماكله ماكله بدينا ديلي يلا واش رايكم في اطباق اليوم؟ قريت سؤال تاع الصفحه شابلور ان شاء الله نربح ان شاء الله احلى قناه الشروق. بس تحبي لي فرماج ما يحبش بون يعني بالك كاين ما يحبش بس انا يعني انا مدمنه ما نحب. قولي لي اسكو كنتي ديريها؟ هي المكلب قولي لي برك اسكو كنتي ديري نقول لك على حاجه قولي لي برك اسكو كنتي ديريها؟ ايه شنوها؟ كي ديري حبتك تاع بوراك كي ديري بوراك نهار ديري بوراك توجور ديري لهم هما زياده ايه فرماج زياده نورمال كي تحقق حبتك يا اختي تخطخيها بالفرماج ولازم لازم البروبليم سي كو البروبليم سي كو انا ما في دارنا اللي في قولي باسكو دوكا ميم هما يموتوا على الفرماج عندي اختي سورتو اختي عندي شاهينه سي سامبل ما تاكلش بلا الفرماج ما يكاش الفرماج في الطابله عبق قريب تاكل طعام بالفرماج هذه راه كيما انا والله غير مي ماكلتها وهي ما تشربش الحليب بلاصه الحليب الفرماج الفرماج تاختين ولا اي لازم. انا كنا في رمضان انا اختي نديرو بوراك خطرا انا خطرا هي تقول لي ما تنساليش حبتي عمريها لي حباتنا بيزوج ماما نحطوهم لها بجي نقول هذه حبتي وحبتها باينه. لا شابلور لا شاب طاجين جبن على طريقتك طريقتي انا اسي على طريقتك انا طريقتي شافوها طريقتي شافوها لا طريقة بوشار شفتوها على طريقتي ولا غناف ندير طاجين جبن بيان سور غنديرو بيان سور اسي ما كانش ما عرفتش زعما ايه كامل لا شتي جبن وحده عندها هذيك اللمسه تاعها ولا تصيبيها عندها طابق معروفه به طاجين جبن نديرو على طريقه عجوزتي على كل حال ربي يحفظها لك ان شاء الله يحفظها لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظهم كاملين. بمناسبة شهر رجب نتمنى لكم التوفيق في حياتكم بصفة عامة وحياتكم المهنية بصفة خاصة شكرا وحنا ثاني نتمناو لك إن شاء الله يا ربي حياة مليئة بالسعادة والتوفيق إن شاء الله. هنا ماذا باش نروحوا لتحلية بشرى غير ربع دابا التحلية بقى ما كاش مقلاش بزاف حطيها غير في لي فيغين مش حديريها غير تشمخي لي بودوا لي بودوا نشمخوهم في هذاك السيغو اللي كنا درناه ونطلعوا هنايا لاشونتي تاعنا هنا يحبوا شوفي يحبوا يديروا الماسكاربون 200 غرام تاع ماسكاربون ولا 200 غرام تاع كريم فخاج تكون خاصه بالحلويات ولا يقدروا يديروا شونتي انا حبيت لكم حاجه خفيفه. كاين بزاف الناس ما يحبوش الماسكاربون ولا ميم السعر تاعو يكون غالي وكاين اللي ما تحبش كاين ناس ما يحبوش لا كريم فخاج الوغ هنا تقدروا تعوضوها بلا شونتي تزيدوها زوج بايت تاع ياغورت ونديروا لهم بيان سور نطلعوهم هنايا اسيا برك تقدري تشوفي لي فوق اسمحي لي نشوفك تقدري تشوفي لي فوق شوفي راح لوح التعليق شباب كنت راح نقراه معليش عاودي كتبي نورمال التعليق الفوق اسيا حرام عليك اسيا فوق حرام عليك وشغل دوكا انتيا سورتو كي تكون هكا حاجه تاع شابلو حاجه تاع الاخر تكون بدينا نخرجو نحيه خلي معليش طفي له حتى يبرد دوكا لا نورمال
عندي طفي برك الفوق. اي طفي برك الفوق باش ما يزيدش يغلي. شتي كيفاش تقراتينا؟ ايه تقراتينا من تحلي فوق تضربك واحد الريحه شي كاع بنينه. شي كاع بنينه. واحد الريحه يا خويا. راكم في القمه، شكرا نحبكم كامل. تحليه معليش نعاودوها رابيدمون بعد حنايا في ال هنا خلاص ما بقاش سابو. شوفي حبيت نكمل هذه قعدت لي في قلبي. كملي كملي كملي. والله ما تقعدلكش في قلبي. كملي كملي. والله ما تقعدلك. تحليه سهله هنايا لي بودوار. اليوم انا نقول لكم التعليه لي بودوار هنا دوك تمخيام فاش حديريهم بصح في هذاك ياوخ ولا شنو؟ لا لا دوك نفهمك. اه فهميني صح. قريبا خمس دقائق يكفيونا ان شاء الله. ايه اربع دقائق. اربع دقائق؟ ايه يكفيونا ان شاء الله. بوكا واقيلا ولاو ثلاثه باسكو عنده دقيقه ملي قال لي اربع دقائق. معليش دوك روحي دوك نقليهم روحي اختي روحي. ثلاثه ثلاثه. هذا يعاودي اختي. ثلاثه. معليش هنايا واش نديرو؟ هنايا نجيبو لا شونتيي تاعنا نديرو كاس تاع شونتيي قيس كاس تاع شونتيي نحن دي كونتيتي صغيره مش با فغيمون. نجيبو كاس تاع ما نديرو كاس تاع ما ولا كاس تاع حليب نطلعو لا شونتيي تاعنا ومن بعد واش نزيدو لها كي نطلعوها تري تري بيان نزيدو لها زوج بايطا ياغورت لو غو تاعو يكون تاع فرامبواز ولا تاع فخيز ايسونسييل الكو اللي متقارب للفخيز نخلطوهم كامل كيف كيف. من بعد واش نديرو نجيبو هاد لي بودواغ تاعنا عندنا هنا لي بودواغ عندنا هنايا لي فيغين انا حبيت ندير لكم هنا حاجه فغيمون تكون صغيره صبري برك ديباراسي فوالا بعد لهم باش يقدروا يشوفوا تحسبيها تخيق توالت على الاذان انا هكذاك نجري من بعد اي بعدتهم خلاص نقوليها لهم باش هكذا قبل ما يخلص الوقت بعد ما برك باش نوري لهم باسكو تحليه فريمون سهله حنا قلت لكم هنايا بعد ما نطلعوا لا شونتي تاعنا بكاس تاع ما ولا كاس تاع حليب نزيدوا معها زوج بويتا ياغورت يكون لوكو تاعو تاع فريز ولا فرامبواز ولا ليسونسيال لوكو يكون متقارب. بعد هنا واش ندير نجيب لي بودواغ تاعي نشمخهم هكذا سمحي لي اسيا لقيت بالكم غير فاشيطه معليش هنايا نشمخهم في هذاك السيغو تاعنا اللي كنا درناه اللي كان طاب فيه هذاك لو فريز لازم باش يطيبوا مليح. ما تشوفيش من هذه الجهه قاعده غير شوفي من تم نسيرو نقصر شويه شوفي كوتي الدوزيام اسيا هاني هذا وين قلبتهم جوستومون قاعده نشوف التحليه تاعك ماشي لافوت تاعي جربت تاعي واش عرفوا تاعك هنا هكذا نشمخوهم كامل لي بودواغ تاعنا ومن بعد نديروا طبقه تاع بيان سور تاع هذيك لا شونتي اللي كنا طلعناها ومن بعد من فوق نديروا ديك الطبقه تاع لي فخاز هذوك اللي كنا صفيناهم من هذا لاصوص هذا مكان اسيا ويقدم بيان سور باردين هذا مكان يعطيك الصحه يعطيك الصحه اسيا بلا مزيه بلا مزيه كيفاش نطفي ولا هذا هنا سي بون نروحوا فاصل بوشرى من بعد نعاودوا نرجعوا على طاوله التقديم ونشوفوا الوصفات حاضر شفتوا وصفات تاع الطبخ مع شيف بشرى تاع نهار اليوم كان دارت غراتان تاع الدجاج غراتان تاع البولي اللي راهو حاضر معنا راهو حاضر وايضا كان دارت مملحات قلاتهم مملحات خفيفه ظريفه بشرى تاع الدجاج ايضا فوالا وكتحليه كانت اكيد كما على بالكم كامل موسم الفريز فهاد الايامات راح تشوفوا بزاف الفريزات هذه هي هذا هو المباشره المباشره راكم تشوفوا التقديمات الاخيره بشرى اللمسه الاخيره لازم تكون تاع الشيف جيت بزاف اليوم على بالي جرينا كاع يعطيك الصحه اسيا ميرسي بوكو حبيبتي ربي يحفظك كما كانت قعدتكم اسيا كنا درنا اليوم لو غراتان تاع البولي درنا التحليه تاع لي فخاز ودرنا ثاني هذه المملحه المقليه السامبل يعطيك الصحه شكرا لك صحه اسيا تفضلي زيدي جري هنا في المباشر زيدي جرينا شويه باش نخرجوا اسم مشاركه باش نحطوا هاد تشارك معنا في القرعه ديري لها كابتور وهذا مكان المتوكل على الله قالت لنا شابلو شكرا المتوكل على الله جواب صحيح حظ موفق ليك نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع شاف ام فارس علي بقى على خير بشرى على خير نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء نهار الاربعاء ان شاء الله وصفات جديده